قبل ما هذيع لكم كلام الكابتن حسام حسن المهم جدا، هو لم يسب لم يسب فقط لم يسب فقط مصريين. ابو عبد الله الشيخ ابو عبد الله عارفينه، صاحبنا في الشيخ ابراهيم عساس السعودي، اتصل بيه زي ما اتصل بشهاب الدين المحمد، اتصل زي ما اتصل بشهاب الدين المحمد، وراح اتصل شتم الراجل بامه، سب الراجل في امه، راجل محترم سعودي شريف عفيف، هو واخواته يعشقون مصر عشق ليس له حدود، وكلنا قلنا له احنا اسفين وحقك علينا يا ابو عبد الله، وما زال الرجل يتاثر ومتاثر بهذا الموضوع نفسيا. امه ست عفيفه وست شريفه وست محترمه وربت رجاله، بتشتم الراجل بامه ليه؟ ما تكلمش في حقك كلمه وحشه. ونهال عليها، انا كنت قاعد جنبه في العربيه، سمعت صوت مرتضى، طبعا عارفه مرتضى منصور، اجن بقول لك اهو بيشتم ابراهيم عساس بامه. خدت التليفون، ربنا ما يوريك، كنت جنبه الصدم، عبال ما حق السماعه وهرب زي الفار، كنت معلمه الادب، كنت معلمه الادب، خد دقيقتين من اللي يحبهم قلبك، خد دقيقتين من بتوعيه اللي يحبهم قلبك. ايه النهارده اللي جناه ابو عبد الله؟ اللي جناه هذا السعودي الجدع، هذا السعودي المحترم الكريم، يكرمنا لوجه الله، محبه اصدقاء في الله، يعني احنا لا بنشحت منه ولا هو بيشحت مننا، لا لا بناخد منه حاجه ولا بياخد مننا حاجه، اصدقاء واحباء في الله، اصدقاء واحباء في الله. ايه اللي عمله؟ ايه اللي عمله؟ ماشي ورا اصحابنا، حتى اصحابنا بتشتمهم، حتى اصحابنا بتشتمهم، بس الحمد لله والله العظيم اهو، يا رب يكون صاحي ابو عبد الله الشيخ ابراهيم عساس، يا رب يكون صاحي اهو، قولوا يقول لكم انا عملت فيه ايه؟ ما قفلت السماعه زي ما عمل مع شهاب الدين المحمد، لا 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 لا، انا خدت حق ابو عبد الله ووالدته في التو واللحظه، اقسم بالله العلي العظيم، والله العظيم يا رجاله يا وحوش ولايكات على قد ما تقدر، اقسم بعزه من بنى السماء والارض بلا عمد، اقسم بعزه جلال الله، علمته الادب، علمته الادب، علمته الادب. عارفين يعني ايه علمته الادب؟ علمته الادب بمعنى الكلمه بتاعت علمته الادب، بمعنى الكلمه وبمعنى الحرف. الو، السلام عليكم يا ابو عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما معودش تسهر يا صاحبي يعني. كيف ماني سامع؟ ما معودش تسهر، ما معودش تسهر. لا اليوم في كان عندي حاجه، دوب داخل دوب بدي انام، تليفونك بدق. يعني بس بنتكلم على شتيمة الناس بالأم، فبقول لم يشتم شهاب الدين المحمد ولا الناس هنا بالأم فقط، ده حتى أبو عبد الله صديقنا المحترم اتشتم بأمه دون أن يصنع شيء. والله عبد الناصر، أنا أول شيء أسلم على كل الناس اللي بيتابعوك، ولي ثلاثة أيام وأنا لما نسمع الشتم هذا أتذكر شتم الوالدة حقتي، فوالله شيء متعب جدا وشيء يؤسف له، ولكن يعني في امل كبير ان شاء الله في فخامه الرئيس. طبعا من اصعب الامور انه الواحد يعني يشتم في امه بالفاظ صعبه فيها قذف وفيها يعني صعب، صعب جدا جدا جدا، يعني استغفر الله الواحد، هذه العبارات صعب الواحد يقولها، صعب حتى كما يرددها، بس انا استغرب انه يعني، وما سويت له ولا حاجه تفتكر، انا ما عملت ولا حاجه، بل بالعكس كنت قبلها اقول لك ليش ما تصطلحوا وليش ما هذا، كون انه انسان يتصل ويشتم الشتم ذاك اللي انت سمعته، بس لا يعني نتركه لربنا، مش حيتركه. طيب ابو عبد الله، بس عكل انا قلبك لشهاده لوجه الله، العبد لله عمل في ايه في التليفون لدرجه ابو عبد الله مؤدب وراجل خلوق، مش معنى كده ان احنا قلالات ادب يعني، ولكن والله شوف يا عبد الناصر انت يعني، بس لكن ما شتمت يعني، ما جبت سيرة بس بس خدنا حقنا. طبعا انت يعني طبعا صعب، مع انه الشتم كان بسببك وبسبب المعاصي، يعني يقول لك انه انا ليش استقبلكم
وانتوا تسبوا الرئيس وتسبوا الجيش، احد يقول الكلام ده؟ هذا كلام يعني سبحان الله غريب جدا غريب. وبعدين يعني والله ما ادري، ما يعني ما عندي حاجه اقدر اقولها غير انه من اصعب الحاجات اللي مرت علي رجل في هذا السن يسب بهذه الطريقه. لكن الانسان قد ما يكون لازم له وقت يوقع، واعتقد انه اي انسان يزيد في القذف ويزيد في هذه الاشياء يعني الاداء وعيب حرام انه الواحد يعني ينزل لهذا المستوى من يعني اتكلم في الرياضه يا اخي، هي كوره ولا كان قله حياه؟ كان في رساله، انا شايفها ما هي كوره دي، كان في رساله مهمه. فانت يعني انت قمت عليه لكنك ما قذفت. الحمد لله، بس خدت حقنا الحمد لله. انا بص على فكره يعني أبو يعني قلت له يعني انه ما معناه ما تستحي، انت رجال كبير. طبعا عيب، قلت له عيب عليك اختشي يا اخي، اعرف قيمه سنك، عيب عليك، عيب عليك تربى تأدب، عيب عليك. اقول لك شوف، انا متعاطف، انا زملكاوي لكن كرهت الزمالك. يا ساتر يا رب. اي والله، لانه بين يعني ان شاء الله هو الزمالك يحقق كل يوم بطولة، ما دامت هذا المستوى القذف والسب والشتم يعني صعب جدا يعني هي الشغلة مو شغلة أم الكابتن محمود الخطيب. صح محمود الخطيب، الواجب الدولة عندكم هي، لأنه هذا رمز من رموز الرياضة المصرية، هو وحسن شحاتة. أنا والله أنا واحد من عندكم راسل لي برضه صار شتم على كريم شحاته في خالته، ما ادري خالته يا اخي، والله صعب يا اخي والله صعب. بس انت كان لك رساله، كان لك رساله للكابتن محمود الخطيب مهمه جدا ابو عبد الله. نعم، كان لك رساله مهمه جدا للكابتن محمود الخطيب، وكنت بتقول لي محمود الخطيب عندنا حاجه كبيره جدا، كيف يسمح بإهانته؟ محمود الخطيب مش عندنا نحن، محمود الخطيب في العالم العربي وفي افريقيا كلها يعني يتميز بميزه غير انه فنان، لاعب فنان كبير جدا، الا انه أخلاق وهدوء حقيقة. هذا سفير مصر في الرياضة، ما صح. يمكن يتغير الرجل صح. وبيني وبينك والله ينفع يكون سفير العرب في الرياضة مو سفير مصر. يا سلام. لأنه نعم، لأنه رجل يعني يكفي الرجل، مين يقبل كذا الرجل يعني يشتم أخته، تشتم أمه بهذه الطريقة؟ إيش هو ده؟ والله استغفر الله، لو كان حصانتي ما حصان، ما أقول حصان، الحصانة شتم لي أنا، حصانة توقف قدامه واحد يشتمني في أمي وفي أختي وقذف وصوت وصورة وأقول حصانة؟ كيف حصانة هذه؟ ما يمكن تكون حصانة. صح، أنا أقول إنه الرجل يفقد أعصابه وما فيها كلام، هو لما ما يفقد اعصابه الرجل ترى الحقيقه لطيف، بس المشكله انه اللي بيشتغلوا في القناه عنده بيستغلوه. والله شوف الحق قال، الموجودين اللي عنده بيستغلوه، لانه اعتقد ان وجودهم في القناه لابد انه عن طريق اثاره الرجل هذا يشيروا واثاره الفتن أدى على الناس، وهم يقعدوا يعلقوا بالضبط ويتكلموا كلام بعيد كل البعد عن الإعلام وعن الرياضة، شايف كيف؟ فأنا أعتقد المجموعة اللي بتشتغل في القناة عنده والله هي اللي أذته، شايف كيف؟ وكلنا يعني بنشوف إنه سبحان الله إنه الإنسان يعني ما يفتكر وإيش قال قبل كذا، كل واحد فيهم قبل كذا قال له رأي مخالف للرجل وحتى ينتقد الرجل في الأشياء اللي هو الآن يأيدها. صح. طيب هذه إيه ده؟ إذا أنتوا يا إنكم بتنتقموا منه في أشياء في قلبكم من الأول، شايف كيف؟ أو إنكم والله بتستفيدوا ولا يهمكم بأي حاجة. هو ده. وأنا متأكد لو جلسوا معاه وقالوا له ترى يا فلان كده لا مش حلو، أو الأفضل نقول كده، والله يجي في الدم. شوف أنا أقول لك، الرجل أنا جلست معاه، ترى أنا جلست مع الرجل وكتبت عنه مقال لما حقق البطولات، شايف؟ ولكن يعني ما كنت أشوف الشيء هذا،
انا اللي اشوفه الان اللي وافق له على القناه هو اللي عزاه. صح، لو خلوا المستشار بدون قناه، لانه بالقناه ومعهم اعلاميين يعني حقيقه ضروا يتكلموا عكس الكلام اللي كانوا يقولوا في الاول. يعني تيجي ناس تسمعهم يقول لك انه فريق القرن الاهلي، ولا في افضل من الاهلي، ولا في احسن من الاهلي، وافضل من الزمالك الاهلي، وبعد كده هم يجوا يدافعوا. طيب انتوا نقطه ضعف الان صرتوا، ما انتوا يعني ما انتوا قوه بالنسبه للاعلام. بتفق معاك، بتفق. غير مواقفهم بالفعل، يختلف معاك. صح، تقول عنه انك انت تبع مدري مين وتبع مدري مين، ويرجع بعد كده يتكلم نفس الكلام. يعني كيف؟ انا اقول لك والله انه هو الرجل الواجب ما يحاسب، اللي يحاسبه الناس دول، يحاسبوا الناس دول 100%. طبعا هو القذف صعب جدا، القذف اللي بيصير صعب جدا، ولكن تعال شو انت. انا قبل يومين واحد ارسل لي يوتيوب ما بين اسماعيل يوسف وخالد الغندور، يتكلموا مين حق بالجائزه. يا اخي ابراهيم يوسف الله يغفر له ويسامحه الان عند الله. يعني تبي تدخل في صراع الان؟ انت تبي تدخل اخوك في صراع؟ اخوك محبوب من الجمهور الاهلاوي ومن الجمهور الزملكاوي. صح، ليش تدخلوا مين حق الجائزه حقت افريقيا؟ الخطيب يا اخي، الخطيب لاعب عالمي، وابراهيم الله يرحمه لاعب عالمي، ولكن هو عند الله ان شاء الله يكون في جنات النعيم. صح، ما هي كده، مو بدي الطريقه. لا، الرجل انا بقول لك اللي اذوه الاعلاميين اللي عنده، وطريقة تقديمهم للبرامج وهذا، ويفتحوا المجال للرجل. أنا كلمت خالد مرة قلت له يا أخي ما يصير الرجل مسكين لما يزعل يفقد أعصابه وتكلم كلام مهال، يقول لي أنا قلت له هو ما يجي في يدي. أنت قلت له يا دحين أنا شفت أنكم أنتوا اللي بتولعوا النار. طيب يا أخي، لو صارت مصيبة بين الجمهور الأهلي والزمالك وما تناسب ساعتها، انتوا السبب، ايش يكون جزاؤكم؟ عموما يا ابو عبد الله، امام ربك حتى لو الدوله ما عزتكم انا بترككم حاجه، بس انت في نفسيتك حتكون مرتاح. لا لا لا، انا لسه دلوقتي بتكلم انه تصير مشاكل ولا حاجه. انا لسه دلوقتي بتكلم يا ابو عبد الله، وقلت ما زالوا بيضللوا الناس والكلام ده كله. عموما بشكرك. انا بقول لك اكثر، شوف القناه يا ريتهم ما وافقوا بالقناه، لانه القناه دي جابت فتنه، ما جابت رياضه. اتفق معاك يا ابو عبد الله، اتفق معاك. وسببها الاعلاميين. يعني هو شوف، يا انه هو يا اما هو الرجل ذكي وجابهم بيكشفهم امام الناس، انه شوفوا هذول اللي قالوا اول كده، شوفوا دحين ايش يقولوا. يعني لما يجيب لك واحد اعلامي يقول والله اول انه الاهلي هو اللي يستحق، والفرق ما بين الاهلي وبين الزمالك فرق شاسع، وبعد كده يجي ويقول كلام عكس، او يجي يقول هو انت لما تسجل على الناس، او انت قاعد تتكلم في كل واحد ما يجي على كيفك، وتتهمه انه مرتشي، وانه يا اخذ من فلان واخذ من فلان، ويجي الان يخليه يغير هذا. هذه إمة ذكاء منه. لا لا، ولا ذكاء ولا حاجه، ده هم انا اقول شوف، لا لا لا، مغيرين مبادئهم بالمال. في كل الاحوال الاعلاميين هذول خسرانين. طبعا طبعا يا ابو عبد الله، هذا لو كان هناك معوج. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتفق معاك اتفاق كلي وجزئي، وكل الالاف اللي معانا بيسلموا عليك وبيقولوا لك حقك علينا. تسلم ابو عبد الله، شكرا جزيلا. مع السلامه. شكرا جزيلا، كلام مهم جدا، غيرتوا مبادئكم ليه. احسن ختام. عايز بس انها بص، الشكوى اللي كانت اتقدمت فينا احنا والكابتن محمود الخطيب ده مهم جدا بس يا جماعه، وكتروا اللايكات. شايف حد بعت لي بيقول لي خلي بالك يا عبد الناصر، شايف الجبن سيد الاخلاق، لما مرتضى منصور بعت للمحامي العام يذكر انكم انتوا جواسيس ال 14 بما فيكم الكابتن محمود الخطيب، ما كتبش المستشار مرتضى منصور، لانه عارف انه ده مش لقب وفي حكم صادر انه مستشار، هو بس بيترسم على الغلابه. وبعت لي فعلا ملحوظه، شايفين يا جماعه اهو.
فعلا لما بيخاطب النائب العام، شايفين بالاحمر اهي، لما بيخاطب النائب العام: مقدمه لسيادتكم مرتضى احمد منصور المحامي بالنقد بنفسي وبصفتي رئيس مجلس اداره نادي الزمالك وعضو مجلس النواب ومحله المختار كذا. ما بيكتبش المستشار مرتضى منصور، عشان بس تعرف اهو اللي متعلم عليها بالاحمر. ملحوظة مهمة جدا، وبشكر اللي بعتها لي، لأن في حكم صادر لصالح الدكتور إسماعيل سليم إنه هو مش مستشار. في حكم صادر بكده، فبس لفت نظرنا الموضوع ده. تعالى قبل ما نروح لموضوع عبد المنعم كهربا أسمعك حسام حسن. قال لك الراجل اللي قاعد يشتم الناس بالأم والأب ده 24 ساعة وأساء لمجلس النواب، ونحن نحترم مجلس النواب جدا. فبيتكلم الكابتن حسام حسن معايا في مكالمة تاريخية اخترت منها الدقيقة دي. اسمع بس الدقيقة دي معايا، اسمع لأنها مهمة جدا. في ناس مخلية مصر شكلها وحش، في ناس ما عندها حصارة ومخلية المكان اللي بيتمثله اللي هو الشعب والمجلس الموقر. دي مكالمة تاريخية للكابتن حسام حسن اخترت منها دقيقة، كانت مع العبد لله في قناة الحدث اليوم. في ناس مخلية مصر شكلها وحش، في ناس ما عندها حصارة ومخلية المكان اللي بيتمثله اللي هو الشعب والمجلس الموقر المحترم مجلس الشعب مخليينه شكله وحش. يا جماعة في ناس بتتساءل، الشعب المصري بيتساءل، مين وراه؟ مين بيسيء لحكام وبيسيء لواحد عادي في الشارع، او واحد يتكلم كلمه، او لعيب او مدرب او اي صحفي؟ مين عمال يسيء ليهم؟ بامك امك امك مين يقول لزوجتك من الحته الفلانيه؟ مين يا جماعه؟ انتوا هل الحصانه سيف على رقبه الشعب؟ هل حصانه الشعب حصانه عدو مجلس الشعب على رقبه الشعب؟ يبقى اذا الناس اللي بتموت نفسها عشان تخش عضو مجلس الشعب عشان يبقى عنده حصانه، عشان لا، الغالبيه اللي موجودين في مجلس الشعب محترمين، لازم ياخدوا موقف، لازم تاخدوا موقف، لان في ناس بتتهان. طيب عايزين في اعراض بتتهان حسام بعد ما والناس فاهمه كلامي كويس. ده كلام مهم جدا قبل يوم الاثنين اللي جاي، عشان كده عرفتوا الحمله اللي اتعملت يا شباب لما الكابتن محمود الخطيب راح النيابه يطلب اقواله، راحوا الكتائب الالكترونيه طلعت الاتيه، الات مجلس النواب لن يرفع الحصانه يوم الاثنين. كل الاحترام لمجلس النواب، واحنا ما بنتكلمش في امور خاصه بيه، ومحدش جاب سيره ان النائب العام بعت اصلا للجنه التشريعيه يوم الاثنين ولا لا. واللجنه التشريعيه لو ما خدتش قرار هيبقى اخر جلسه عامه الثلاث والاربع، بعد كده طبقا للائحه مجلس النواب كل اختصاصات اللجنه التشريعيه تذهب الى هيئه المكتب المكونه من الرئيس والوكيلين. وفي الحاله دي لو بعت النائب العام يبت الرئيس والوكيلين فورا. فانت النهارده مطلع خبر، هل مجلس النواب صرح؟ ما صرحش. هل مجلس النواب اتكلم؟ ما اتكلمش. هل مجلس النواب النهارده استبق الدنيا كلها وقال لو بعته مش هرفع؟ ما حصلش. ده كذب وبهتان وما اتحصلش من مجلس النواب. ومهما حصل كل الاحترام والتقدير لمجلس النواب بتاعنا، ولكن كلام الكابتن حسام حسن مهم. قال لك ايه؟ قال يا جماعه لا يمكن ان تكون الحصانه سيف على رقبه الناس، لا يمكن. اهو شوف اجيب لك انا، لا يمكن ان الحصانه تكون سيف على رقبه الناس.